استلام اللباب ده من مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة. يهتم هذا المكتب بتوفير بيئة للتعلم واكتساب خبرات ومهارات لطلبة الجامعة، وذلك من خلال عقد البرامج والدورات التدريبية مثل مهارات إعداد السيرة الذاتية، البحث عن وظائف ومهارات مقابلات العمل، وذلك بتوفير فرص عمل في أفضل الشركات المحلية والدولية من خلال إقامة المعارض الوظيفية السنوية في رحاب الجامعة الأمريكية في مادبا. وعليه تجاوزت نسبة توظيف خريجين الـ AUM 94%، ومن خلال قاعدة بيانات تضم جميع خريجين الجامعة الأمريكية في مادبا، نبقى على تواصل مستمر مع الخريجين، وذلك بنشر أخبارهم وقصص نجاحهم عبر محطات ومنصات التواصل الاجتماعي للجامعة الأمريكية في مادبا.